لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. أهلا بكم. البداية من مقال صحيفة البصائر العراقية بعنوان رئيسة يونامي وسلوك المسارات المعوجة للكاتب جهاد بشير، يقول فيه: في ليلة وضحاها توارت ميليشيات إيران عن مشهد مقاومة الاحتلال في العراق ودعم القضية الفلسطينية، وباتت أخبارها المؤلفة ومواقفها المصطنعة مطمورة تحت أنقاض ما نجم عن صراعات في ظل انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، بعدما صفعت واشنطن قادتها وألجمتهم عن الحديث في سياق التخادم بين قطبي الاحتلال المزدوج الإيراني والأمريكي الذي يعبث بالمشاهد العراقية كلها على تنوعها السياسي والأمني والاقتصادي. لما كانت الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على ألا توصف تجربتها في العراق بالفشل، رغم أنها كذلك في الحقيقة، لا سيما وأنها ترفع راية الديمقراطية المفرغة تماما من محتواها بغض النظر عن الموقف الشرعي المعتبر منها، فإنها تتمادى في خوض لجج التناقضات وتريد من الرأي العام أن يغض الطرف تلو الآخر عما يجعل منطقها محترفاً في سلوك المسارات المعوجة. ولعل ما صدر عن رئيسة بعثة الأمم المتحدة في بغداد يونامي مؤخراً من حديث لا يخلو من ابتذال أشادت فيه بميليشيات الحشد ومنحتها وصفين هي أبعد ما تكون عنهما لتحقيق أغراض ومطامح سياسية، أحدهما أنها فصائل مقاومة والآخر أنها جزء من النظام السياسي. يؤكد هذا الأمر لأن تصريحاً على هذا المستوى من جهة أنشأت مجلس الأمن بموجب الفصل الخامس من ميثاقها يعني صناعة نجومية لامعة بجهة يراد لها البقاء والتأثير في المشهد العراقي الذي هو صنيعة أمريكية، فكيف يستساغ قبول أمر يقوم على تلميع جهات توصف بالمقاومة ضد صانع مشروع هي جزء منه؟ لا شك أن أحد طرفي هذا القول المتناقض خطأ محض لا يقبله العقل ولا يصادق عليه الواقع. ومن موقع عربي 21 نقرأ مقالا بعنوان السلاح المنفلت في العراق بين الواقع والتجارة والقانون للكاتب جاسم الشمري، يقول فيه: عرف العراق العديد من التجارات الغريبة والجديدة بعد عام 2003، وربما من أبرزها تجارة السلاح بكافة أنواعه والاتجار بالبشر والمخدرات وغيرها من المعاملات غير القانونية والمهلكة للوطن والناس. تعتبر تجارة السلاح من التجارات الرائجة في بلاد تعاني من هشاشة أمنية في عدة مدن، وبالذات تلك المملوكة بشكل واضح للجماعات الرسمية والشبه الرسمية المالكة للسلاح وربما للسلطة، وتتحرك بسيارات حكومية. سبق للسودان أن أعلن نهاية العام 2022 تعهده بإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت، وهذا الشعار رفعته كافة حكومات بغداد بعد العام 2005، ولكنها لم تتمكن من تطبيقه، وهنالك تقديرات غير رسمية تؤكد بأن عدد الأسلحة العراقية غير المرخصة قرابة 10 ملايين قطعة سلاح، وأن العشائر لوحدها تمتلك أكثر من 7 ملايين قطعة سلاح. هنالك جملة عوائق أمام تطبيق هذا المشروع، ربما من أبرزها تمسك العصابات الإرهابية وشبه الرسمية الخارجة على القانون بسلاحها، لأنه الأداة الأهم لحمايتها من الحملات الحكومية، وكذلك استمرار الفساد الإداري الذي يمكن أن يلعب دوراً مهماً في التغاضي عن الأسلحة الأكثر خطورة، ومنها الأسلحة القناصة والكاتمة وغيرها. والمذهل في الأمر أن القرار الحكومي ساهم في انتعاش بورصة الأسلحة المحلية، وشهدت الأيام الماضية زيادة تقترب من 25% قياساً بالأسعار السابقة.
وبدأ تجار غسيل الأموال والأسلحة بجمع مختلف أنواع الأسلحة أملاً في الحصول على أموال أكثر من اللجان الحكومية. إلى افتتاحية صحيفة القدس العربي وجاءت بعنوان رمضان صعب على المسلمين هذا العام، حيث أعلنت دول عربية وأجنبية اليوم الاثنين مبتدأ شهر رمضان الذي يمثل شهرا مقدسا لدى المسلمين لنزول القرآن فيه ولحصول وقاع كبيرة مثل معارك بدر والأحزاب وفتح مكة وتبوك وصولا للفتح العمري للقدس حيث أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. إلى كون فلسطين مركز الألم الذي فاض على المسلمين خلال أشهر العدوان القاسية على غزة، فإن المأساة تطاولت أيضاً لتشمل بلداناً عربية بأكملها، وقد استشرف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هذه المأساة، حيث تحدث عن إشعال النزاعات في السودان واليمن وسوريا وغزة فتيل خطر الجوع، مؤكداً أن السلام والأمن الغذائي مترابطان. يؤشر هذا التحذير إلى المفارقة الفظيعة لكون المسلمين الذين يفترض بهم أن يصوموا في شهر رمضان فتك بهم الجوع، وهو أمر يناقض المنطق التاريخي والإنساني، كما أنه يجمع للأسف بين حال غزة التي تعاني من احتلال استيطاني عنصري يفتك بالفلسطينيين، وأحوال بلدان عربية تفتك بها النزاعات الداخلية التي نتجت عن انقضاض النظام العربي الرسمي على ثورات الربيع العربي، مما أدى ليس لتفكك الثورات فحسب بل لتفكك البلدان نفسها وهبوطها إلى مدارك وحشية من الحروب الأهلية وانتشار أشكال التطرف السياسية. يشير الوضع الآنف أيضاً إلى العطب الكبير الذي حاق بالمنظومة العربية وجعلها تبدو وكأنها تعيش في عالمين متفارقين، الأول يفيض غناً والثاني يتضور جوعاً. ماذا وراء الميناء الأمريكي؟ هكذا عنون الكاتب سامح راشد مقاله في صحيفة العربي الجديد. يقول الكاتب: لم يكن متوقعاً إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن إقامة ميناء على ساحل غزة لاستقبال المساعدات الغذائية والإنسانية التي يحتاجها الأهالي هناك، وهي خطوة جديدة سيكون لها ما بعدها بشأن الحرب الدائرة في قطاع غزة، لكنها غامضة إلى حد بعيد، بل تبدو للوهلة الأولى كما لو كانت حرفاً لمسار الأزمة والتشويش على جوهرها الذي بدأ في الانكشاف أمام العالم، ومن ثم هناك ضرورة لفهمها ومحاولة تفسير ما وراءها من أهداف ونوايا أمريكية. بالطبع لن تغير واشنطن سياستها الراسخة عقوداً في دعم إسرائيل بالمطلق، فهي لم توقف دعمها تل أبيب عسكرياً واقتصادياً وسياسياً ولو يوماً واحداً منذ 7 أكتوبر، وأقصى ما وصلت إليه لتجميل موقفها المنحاز مطالبة إسرائيل بقدر من العقلانية والانتقائية في استخدام السلاح الأمريكي. لا يقدم كل ما سبق تفسيراً واضحاً لفكرة إقامة ميناء أمريكي في غزة، بل ربما زاد الموقف غموضاً، وبالتالي كل الاحتمالات قائمة، ولعل أرجحها أن هذا الميناء الجديد قد يكون مسمار جحا الذي يبرر وجوداً عسكرياً أمريكياً وربما تدخلاً مباشراً عند اللزوم، كما سيعطي ذريعة لواشنطن وتل أبيب لفرض منع نهائي لتمرير أي مساعدات عبر معبر رفح أو أي طريق آخر، ومن ثم سيكون ذلك الميناء أداة ضغط مباشر على حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وربما مدخلاً لوجود عسكري مباشر أمريكي أو غير أمريكي بغرض ضبط الوضع في القطاع على قياس مصالح تل أبيب وأهدافها، وليصبح الميناء ذريعة لتكريس الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته على القطاع وربما تعزيزه باحتلالات أخرى. نشر صحيفة أوبزيرفر تقريراً أعده إيون إنغوي توماس، قال فيه إن رسالة مفتوحة وقعتها عائلات ضحايا بمن فيها هجوم مانشستر أرينا طالبت فيها الحكومة بعدم مساواة المسلمين بالتطرف،
وقع على هذه الرسالة أكثر من 50 ناجياً من مانشستر أرينا وهجوم جسري لندن، وحذروا فيها أساسا، طالبوهم أيضاً بالتوقف عن الخلط بين المسلمين والتطرف. تعرضت وزيرة الداخلية السابقة سويلا بريفرمان لانتقادات عندما نشرت مقالاً الشهر الماضي في صحيفة ديلي تلغراف، قالت فيه: الإسلاميون والمتطرفون والمعادون للسامية هم من يحكمون الآن. وحذر الوزير الأول لإسكتلاند حمزة يوسف بأن بريفرمان تقوم بإشعال نيران العنصرية والتوترات الدينية، وأكد الموقعون على الرسالة أهمية عدم تغذية الكراهية ضد المسلمين. ونشرت الصحيفة تقريراً أعده كبير المراسلين دانيال بوفي، نقل فيه تحذيرات ديم سارة خان من تصوير المظاهرات المؤيدة لفلسطين بأنها تطرف إسلامي، وأن من يحاول عمل هذا مخطئ. وحذرت خان المستشارة الحكومية في قضايا التماسك الاجتماعي من مخاطر وصف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين بالمتطرفين، ووصفته بالفاحش والخطيرة. وقالت خان التي تقوم بمراجعة بشأن قوة الديمقراطية البريطانية لصالح وزارة المجتمعات التي يترأسها مايكل غوف، إن المزاعم بشأن المتظاهرين المؤيدين لفلسطين تهدد بتقسيم المجتمع البريطاني. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة وتدمير المساجد، أدت أعداد محدودة من الفلسطينيين أول صلاة تراويح لشهر رمضان هذا العام. أفيد أن معظم مناطق قطاع غزة لم تشهد صلاة التراويح في المساجد، إلا أن هناك أماكن قليلة شهدت أداء الصلاة بأعداد محدودة، بعكس الأوضاع السابقة حيث كانت المساجد والساحات العامة تعج بالمصلين. وهناك شوارع وأماكن عامة في بلدة جباليا شمالية القطاع شهدت أداء الصلاة لكن بأعداد محدودة خشية من استهداف إسرائيلي. في مدينة رفح تم رصد أيضا أعداد قليلة من السكان بجانب أنقاض المنازل والطرقات والمساجد يصلون صلاة التراويح. وخلال الصلاة تضرع المصلون إلى الله تعالى أن ينهي الحرب على قطاع غزة وأن يشفي الجرحى ويحمي الأبرياء ويجلب السلام والاستقرار إلى غزة. نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. إذا
إذا استطعنا أن نوفر وجبة إفطار فإننا لن نستطيع توفير وجبة السحور أو العكس. هذا في حال أننا نقول عن الوجبة المتواضعة وليس الوجبة الكاملة. استعدادات بالمرة لرمضان، حتى هنا لما نجينا فيش فرشات ولا حتى طول الليل سقعانين من كم السقع. كيف بده يكون رمضان جاي علينا وإحنا في أوضاع سيئة جدا جدا جدا؟ أنا مش فاهم الناس كيف بدها تصوم، ما فيش أكل، حتى أكل في الشيء. والوضع هنا يعني أنت شايف كيف كل ناس بتدور على حالها ومش لاقي تضب حالها، حتى لا لاقي أكل ولا لاقي مي ولا لاقي شرب، وبطردونا من منطقة لمنطقة. هل هذه الأصناف تكفي لإغاثة 2 مليون مواطن؟ وإن كانت هذه عينة، إلا أن الحقيقة المرة تقول بأننا يعني نحاول جاهدين الوصول إلى كل بيت فلسطيني بالجزء اليسير جدا كهدية رمضانية يستطيع من خلالها التخفيف من معاناته، حتى يعني يطرد خوف الأطفال من استقبال هذا الشهر الفضيل. تقرير أونروا 50% من المساعدات تقلصت، هذا كلام صحيح، لكن الأصل في الموضوع بأنه المساعدات في الأصل قبل التقليص هي أساساً لا تكفي 20% من حاجة الناس الأساسية، تمام، من الحجم الكلي للتعداد العام لسكان قطاع غزة والذي يفوق عن 2 مليون مواطن. نلقاكم بإذن الله.